من ضمن الحاجات اللي لازم تكون واعي ليها هو حجم الشكوى في كلامك. طبيعي ان احنا نفضفض مع بعض، بالذات لو كنا قريبين، لكن لو الشكوى هي البطل في كل قعداتك لازم تعيد تفكيرك، لأن الناس تحب الذي يحب الحياة. في بداية الشكوى اللي حواليك هيتعاطفوا معاك ويسمعك مرة واتنين، لكن بعد فترة غصب عنه مع تحديات الحياة اللي بيواجهها ومع همومه اللي انت ما تعرفهاش هيبدأ ينفر من القعدة معاك، ويصنفك غصب عنه كده مهما كان بيحبك انك بتصدر له طاقة سلبية وهو مش قادر يستحملها، ويبدأ ما يردش على اتصالاتك. ودي قصة حقيقية قريتها في كتب خبراء كتير وحصلت كتير قدامي. على مستوى الشغل لما تقرأ في كتب الإدارة اللي بيشتكي كتير من الأوضاع من غير ما يفكر في حلول فعالة غالبا مديره مش بيرقيه، لأن بشكوته كتير من غير البحث عن الحلول بيخلق مناخ غير صحي لنمو الموظفين ونمو العمل، عكس الشخص اللي أكيد عنده تحديات. لقد خلقنا الإنسان في كبد، هو مش مثالي، هو واقعي، لكنه بيعمل زي ما سيدنا النبي علم الصحابة. سيدنا نافع بيقول علمنا رسول الله أن نقول الحمد لله على كل حال. هو عنده همومه، لكن عارف أن أنت كمان عندك هموم، فمش بيحب يتقل عليك لتحميلك مشاكله بكثرة الشكوى في كل قعدة، وبيحاول يفكر في حلول. ولو حب يفضفض ويشتكي لك طلبا للنصيحة بتبان في صيغة كلامه الباحث معك عن الحل، مش المعدد للمشاكل بطريقة يائسة، لأن ربنا وصف بعض الناس فقال إن الإنسان لربه لكنود، يعني عمال يعد المصائب وينسى النعم. بني إسرائيل كانوا كده مع سيدنا موسى، كل ما يبشرهم إن شاء الله ربنا هيكرمنا، كل ما يقولوا له إحنا عايشين في مشاكل قبلك وبعدك. قال تعالى: قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، فين بقى الخير حتى بعد ما أنت جيت كنبي؟ قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. فبني إسرائيل كانوا كثير الشكوى أمام سيدنا موسى، وليس طلبا للحل إنما تعدادا للمصائب. ورغم ما كان في قلب سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام من الانشغال بأدق تفاصيل الكون، الكون كله كان ضده في وقت معين، وكان كثيرا ما يبكي لما بيشوف حد مات على غير التوحيد، ويحزن عليه الصلاة والسلام على من فارقه من أحبابه أو من أولاده وعيلته. لكن في وسط رحلته كانوا يقولون كان النبي صلى الله عليه وسلم دائم البشر سهل الجانب، وكان سيدنا جرير يقول ما رآني رسول الله إلا تبسم. وربنا سبحانه وتعالى بيثني ويشكر في اللي اشتكت، لكنها اشتكت للناصح مش لكل من هب ودب. قال تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. هي كانت بتشتكي للنبي، طب ليه سماها بتشتكي لربنا؟ لأن الشكوى لصاحب الرؤية والخبرة بغرض الاستعانة به للحل هي استعانة بالله سبحانه وتعالى. فإيه رأيك؟ تيجي نغير طريقة الكلام. إيه رأيك لو تبدل كلامك من الدنيا مقفلة في وشي إنك تقولها بطريقة تانية، تقول أنا عايز ألاقي حل لكذا وكذا، بدل ما تقول مفيش أمل في كذا وكذا قول يا رب تتعدل في كذا وكذا، بدل ما تقول أنا زهقان قوي قول أنا عايز أعمل حاجة مفيدة وممتعة. هنا التغيير هيجي، وعلى فكرة دي نصائح المتخصصين، التغيير بيجي لما تغير ألفاظك من رصد دائم للسلبيات فقط لرصد يعقبه أماني ورغبات في إصلاح المستقبل. فتعالى واحدة واحدة كده نبدأ نغير مجالسنا اللي فيها شكوى كتير، هنشتكي ولكن للناصح مش في كل قعدة. فاللهم يا رب بواسع كرمك فرج كرباتنا، وبعظيم لطفك ارفع عنا همومنا، يا سامع الشكوى ويا دافع البلوى.